إصابة فنانة مصرية مشهورة بجلطة في المخ ونقلها للمستشفى منذ قليل وحزن كبير من أسرتها. أصيبت الفنانة المصرية أمل عيد بجلطة في المخ ونقلت على إسرها إلى المستشفى وهي تتلقى العلاج حاليا داخل غرفة العناية المركزة. الفنانة المصرية أمل عيد ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني في الإعلانات التجارية إلى أن التقت بالمخرجة كاملة أبو زكري التي اكتشفتها ووجدت لديها موهبة فنية، ومن ثم قدمتها لأول عمل فني لها وجعلتها تشارك معها في مسلسل بنت اسمها ذات بطولة نيلي كريم، ومن ثم توالت أعمالها الفنية وشاركت مع الفنانة المصرية نيلي كريم في مسلسل سقوط حر وكذلك في مسلسل سجن النساء، وقدمت دور يعد من أشهر الأدوار التي قدمتها وكانت النقلة الحقيقية لها في مشوارها الفني وجسدت شخصية سامية السجانة. كما شاركت الفنانة المصرية أمل عيد في مجموعة من الأدوار السنوية المتنوعة خلال مشوارها الفني، أشهرها مسلسل ابن أصول وحكايات بنات وبميت وش وبخط الأيد وهربانة منها وليالينا 80 وفيلم خلاويص وغيرها الكثير من الأعمال. واستطاعت الفنانة المصرية أمل عيد خلال هذه الفترة أن تحقق انتشارا واسعا. والجدير بالذكر أن الفنانة أمل عيد شاركت في سباق رمضان 2020 من خلال مسلسل ليالينا 80 بطولة إياد نصار وكذلك مسلسل شديد الخطورة. ويذكر أن آخر أعمالها هو مشاركتها في مسلسل الوجه الآخر مع الفنان المصري ماجد المصري الذي عرض مؤخرا. واحتفلت الفنانة المصرية أمل عيد مؤخرا بعيد ميلادها مع زوجها عماد عبد المجيد.